مساء الخير عليكم يا صبايا، مساء الخير عليكم يا شباب، وحشتونا جدا جدا جدا، والدنيا برد جدا جدا جدا، وعايزه اقول لكم الاستوديو هنا بقى يعني التكييف اضعاف، حاجه صعبه قوي. هنبتدي حلقتنا النهارده، هنتكلم في مواضيع كتير قوي، وارجو ان ما يحصلش مشاكل في اللي هقوله او هعرضه. بنغطي مشاكل وبيقابلنا نفس المشاكل، يعني مثلا نعرض مشكلة والمشكلة دي ناس شافت انها مشكلة غريبة، مش دايما بنقابلها ومش دايما بنلاقيها في مجتمعنا، وبعدين فجأة نلاقي وابل من الناس بتهجم علينا عندها نفس الشكاوي وعندها نفس الموضوع. فبالنسبة لي بتصبح ظاهرة، وان انا ما كنتش غلطانة ان انا عرضتها واتكلمت فيها، لاني بدل لقيت ناس كتير قوي قوي عندهم نفس المشكلة او بيغلطوا نفس الغلطة، يبقى اكيد 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 انها مش ظاهرة فردية. هنتكلم عن الخيانة الزوجية. اللي احب برضو اسمع تليفوناتكم وارائكم. هل في ست ما بتتخنش؟ يعني انا في لقائي مع العبقري الاستاذ مفيد فوزي، اللي كتير قوي 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 بتشرف طبعا بقرايه كل المقالات بتاعته اللي بيكتبها كل اسبوع، وهو كمان كتير بيحسسني ان انا باحظى بمشاهدته لبرنامجي، بحب الراجل ده قوي قوي يعني على المستوى الشخصي كمان. في لقائي معاه قال لي: وانت عمرك اتخنتي؟ قلت له: والله ما اعرفش. فلقيت ان هو رد منطقي جدا: انا ما اعرفش. طب لو عرفت هسامح؟ وانا صغيره كنت بقعد اقول لا لا يمكن، وبعدين لما كبرت لقيت ان هيبقى متهيألي حسب نوع الخيانة، خصوصا ان الستات دلوقتي نصها بقت يعني بلا مبدأ، يعني مش مهم متجوز مش متجوز، عنده عيال مش عنده عيال، ما مش مشكلة. والرجالة بتدخل دخلت انها معذبة في حياتها وانها مدمرة، والطرف التاني او الست التانية دي بتحس انها كده كده هو رايح لحد تاني، وانها بتنقذ موقف فبتحلل لنفسها الموقف. فهل هتسامحي لو اتخنتي؟ انا متهيالي حسب الخيانة، هل هي نزوة، هل هو يوم، هل هي مرة، حسب هو ايه. لان كتير قوي ممكن يبقى الرجل في لحظة ضعف او متخانق او متنكد او عنده مشاكل او فيبقى عايز يلجأ لأي حاجة هبلة. الراجل لو اتخان مش هيسامح عمره. طيب هل الست لو على خلاف دائم مع جوزها وطلبت الطلاق 50 مرة وتم الانفصال وكل واحد راح حتة والراجل مصمم انه ما يطلقش، هل الست لو عرفت حد تاني يبقى ده خيانة؟ كلنا هنقول اه طبعا خيانة، لانها ما زالت على ذمة رجل. ولكن لما الموضوع بيطول والمدة بتطول هي بتحس ان هي مش متجوزة، فبتحلل لنفسها انها تتعرف على حد تاني عشان تتجوزه. انا ما بقولش انها تقيم رذيلة او تعمل حاجة مش لطيفة، لا، مجرد علاقة وتحللها لنفسها مع انها على ذمة رجل اخر. كتير في ناس كتير قوي مش كده، لا في ناس كتير كده، في ناس اللي بتنفصل وبتعتبر نفسها منفصله، بتعتبر نفسها في مقام المطلقه، وهو مفيش حاجه اسمها كده. عايزه اسمع ارائكم. هل المفروض الواحد لما يتخان يسامح؟
هل لما الست تبقى منفصلة عن جوزها مدة طويلة وهو متعند ومصمم انه ما يطلقهاش، ما سألش فيها، ما يصرفش عليها، ما يعرفش عنها حاجة، هل يبقى يعني يبقى صح ان هي تروح تعرف حد تاني لغاية ما تخلص من جوزها؟ مش تعرفه يعني، تقيم علاقة قصدي، تعرف عليه يعني. خلينا نروح لفاصل ونرجع نشوف تقرير ست في الشارع، قابلتها في الشارع وحكيت لي حكايتها اللي احنا نسمعها دي. تعالوا نشوف. كتير قوي بنسمع مأساوات عن ناس بتنتهي بيها الحكاية للشارع، مبقاش ليها حد، مبقاش ليها مكان. بيجي ناس كتير قوي كده، منهم الصادق ومنهم الغير صادق، وبخاف ان انا يعني اطنش ناس واتخلى عنهم لمجرد عدم تصديقهم. النهاردة في حكاية عجيبة جدا، تعالوا نشوفوها. السلام عليكم، ازيك؟ عاملة ايه؟ قوليلي بقى حكايتك ايه؟ انا حكايتي، انا بقالي 12 سنة متجوزة، جوزي بيشرب مخدرات، ماشي، اهلي ناس كويسة، ناس مبسوطين، بيصلوا عارفين ربنا، بس مش فينا احنا، مع نفسيهم ومراتهم وعيالهم واخوات جوازاتهم. انا كنت اول جوازي اتجوزت مع حماتي في اوضة، وقعدت وحمدت ربنا، جبت اول عيل وتاني عيل وتالت عيل، حكموا عليه اللي هو ياخد لي اوضة وصالة، خد لي اوضه وصاله، ماشي، قعدني نايمني على البلاط، قلت مش مهم، عادي نايمه على البلاط، بس اهم كان حاجه سر يكون هادي. جه مره كان معايا بنتي فرح، كنت لسه ما جبتش الا فرح، ومعايا محمد وبلال، مسك لي فرح كسر لي لما اخذ رجليها بحوض الميه، وانا كنت صايمه، طلعني مالتي في قلب الشارع. قعدت سنتين عند والدتي غضبانه، ما حدش كان واقف معايا، ما حدش كان مديني اهتمام خالص. عملت كذا محاضر عندنا في، بتصرفي منين بقى السنتين دول؟ انا ببيع مناديل، اشارات يعني كده؟ لا ببيع مناديل يعني، بقى في اي حته على جنب وعند كوبري كده، وقعد كده وابيع عادي. جيت حضرتك ما حدش اداني اهتمام خالص. جيت اخر مره دي غضبتها، كان قبل رمضان، قعدت 3 سنين عند والدتي. والدتي واخده شقه يعني ايجار وكده، قعدت معاها، كنت انا وعيالي برضو قاعدين نايمين 3 سنين، نمنا على الارض عند والدتي، وكنت انا اللي بشتغل على عيالي، معايا 4 بنتين وولدين، انا اللي بشتغل عليهم وبصرف عليهم. كنت شغاله في سوق العبور، كنت بلم الخضار على كتفي، كنت لا مؤاخذه امسك شكاره والم الخضار اللي بيعمل العربيات، انا وعيالي كنا نمشي من الفجر نرجع الساعه 1 بالليل 12، اقول مش مهم عادي. جم روحوني اخر مره، فضلوا يثبتوني، انت هتطلعي، انت خلاص مش هينفع تعيشي معاه، انت وانت وانت. جيت دخلت القصر العيني، عملت عمليه توصيل لكليتي، كليتي كانت تعبانه، وقعدت 40 يوم في القصر العيني. جم برضو روحوني سعادتك، ماشي، روحوني برضو على شقه، امه جابت له شقه، ماشي، رجعتي له يعني؟ ما لا رجع، قعدت انا وقالي يوم في الشارع، اخواتي قالوا لي طب تعالي انت مش هترجعي وكده، كانوا بيعملوا لي كمين، رجعوني ليه قبل رمضان، قالوا لي طب عشان الموسم وكده، وعشان الشهر المفترج، وعشان خاطر عياله، واسمعي بس منه وكده وعيشي. رجعت حضرتك، نفس الحكايه، هي نفسي برضو الاهانه، هي شو مخدرات ايه بقى؟ بيشرب حشيش وبيشرب برشام، وانا ما فيش، انا برضو انا بني ادمه، انا من ساعه ما اتجوزت انا ما شفتش يوم راحه، انا مش عايزه حاجه من حد، ولا بقول لحد يديني حاجه، بس انا عايزه انا وعيالي نعيش، محدش ليه دعوه بيا. وانت لو مش مرتاحه جبت 4 عيال ليه؟ انا دي غلطه بقى، دي غلطه، هو كان وحيد ملوش حد، يعني هو وحيد ملوش حد، دي غلطه، وده بتاع ربنا، مش هقول لربنا لا، دي ندمي، ده ندمي. تفضلي يعني تخلفي تشتوي لا ربنا؟ لا لا خلاص بقى، ما انا عملت عدتك عمليه، انا مش عملت عملية،
وخلاص يعني. بس انا ده ما عيالي يقولي ماشي، بس ده قضاء بتاع ربنا، مش هقول لعيالي لا. كان اخويا كان يعني ايه مش تقولي لعيالك لا؟ يعني واحد بيشرب مخدرات وبيضربك وبتفضلي تخلفي منه؟ ما انا حضرتك بعد ما خلفت بقى زهر ده كله، زهر اللي هو كان بيعلق ابني في مسمار، لما اخذت دماغه رجليه فوق ودماغه تحت، واخويا جه شاف المنظر لاني قاعده جنب الحمام واللي جه بيضربني. وطيت على كل واحد. كان يجوا يوم الجمعه ده عند والدتي، كنت اجي من الشغل اقول لهم عملتوا ايه في موضوعي، كان كل واحد يلا نفسي ويلا مصلحتي، مش مدينا الاهتمام. عايزه ايه تطلقي يعني؟ انا عايزه اتطلق وعايزه عيال اشوف عيالي. عيالك فين انا دلوقتي؟ عيالي واخدينهم مني اهلي، وسمعت اللي ابني عينه اتصفت، وابني التاني بيمسح عربيات في شارع الوحده عندنا. انا مش عايزه حاجه من حد. اهلك واخدين عيالك ليه؟ غسل لي شعري عشان حضرتك طلبت ان انا عايزه اتطلق. قالوا لي ده انت شايفه لك شوفه. قلت لهم حتى لو الواحد لو شايف شوفه كويسه، لو شايف شو لو انا انتوا بتقولوا زي ما انتوا ما بتقولوا، لو انا شايفه شوفه كويسه انا ما انتوا اهلي طبعا. لو انتوا شايفين ده وحش انتوا خايفين على مصلحتكم. انت في حد في حياتك يعني؟ انا في حد في حياتي، كان في حد في حياتي كويس، وجيت كلمت اختي قلت لها في واحد كويس معانا وراجل محترم وراجل ما بيشربش السجاره وشاريني انا وعيالي بعد ما عشموني. قالوا لي ان انت هتتطلقي وخلاص وعيشي حياتك وعيالك معاكي وخلاص. حضرتك ده كله ما فيش، ده كله ما فيش. سبت البيت بعد رمضان، بعد العيد الصغير سبت البيت انا وخدت بنتيني ومشيت. كنا قاعدين خدت اوضه انا وعيالي واشتغلنا، وبرضه الجامع جابها لنا في العبور في النهضه، حته اسمها النهضه وكده، ما انا برضه قاعدين انا وعيالي في الشارع، جاب لنا اوضه قعدنا فيها. طلعوا وجم، جيت جم اخواتي الرجاله واختي بنت ابنه، انا معيش الا اخواتي البنوت شقه دي، هم مبسوطين. ما بقولش العدي لا، وهم انا افقر واحده فيهم، بس راضيه بعيشتي وراضيه بقضائي. بس لو الواحده سرها هيد وسرها مرتاح مش هتسيب عيشتها ومش هتبص بره. بس هم خلوني ان انا اعمل كده. كانوا جم خدوني انا وبناتي قصوا لي شعري قدام عيالي. انا معايا عيل ما شاء الله عنده 12 سنه، ومعايا بلال برضه يعني عيالي كبار مش صغيرين بيفهموا ماشي. قصوا لي شعري قدام عيالي، كتفوني خلف خلاف خلف خلاف اكني واحد ماسك واحده. ها وفضلوا اسبوع ضربوا انا وشتيمه. ده كل ده عشان شاكينك بتعرفي واحد؟ انا حضرتك انا عايزه اتطلق. حتى لو انا حضرتك انا بقول لك لو انا عايزه، لو انا مثلا في واحد كويس وشاريني انا وعيالي هقول له لا، بس ما في، انا عايزه عيالي. هي دلوقتي قالت كان في واحد متقدم لي وكويس وانا كنت متجوزه، البرنامج هيتوقف برضه؟ يعني بنقول انها ظاهره ان الواحد ما الواحد بيبقى عنده مشاكل مع جوزه، الست دلوقتي بتلجا انها تتعرف على حد تاني، وده غلط اكيد. ولكن يعني ممكن يكونوا هم متضايقين منك في حاجه صح برضه. بس حضرتك ماشي، انتوا اللي وصلتوني. يعني مش قصدي يعني لما تبقي انت يعني متجوزه حد المفروض بقى تطلعي الاول. هما بقى طيب ماشي حضرتك انا معاكي ماشي، اجي اكلم انا معايا 7 رجاله، كل واحد خايف على مصلحته، كل واحد خايف على شغله. قصدك انك كنت عايزاهم يقفوا جنبك ويطلقوك؟ انا فين حقي؟ انا فين حقي في ده كله؟ ماشي رميني في الشقه. طب انا نفسي اشوف ابني اللي عينه اتصفت، انا حتى لو شفت ابني عينه متصفيه كده انا ممكن اموت. لما بتروحي هناك بقى بيقولوا لك ما تشوفيش؟ عايزين يموتوني، كل ما بيدوروا عليا عايزين يذبحوني. يذبحوني ليه؟ طب قولوا لي انتوا ادوني سبب. راحوا اكل عيشي في مكان سوق، حضرتك انت عارفه السوق ماشي، ده متجوزه ده ما ينفعش اللي بتعمل في ايه ده. انت بتعملي ايه؟ ما تقولي لي. طب هم ظانين فيك ايه؟ حضرتك اما يعني اما عرفت دوت انا صرحت اخواتي البنات، انا ماليش الا اخواتي البنات، انا ما اعرفش اتكلم مع اخواتي الصبيان عشان شداد ماشي. جيت قلت لاختي اما كنت غضبانه. فين بقى جوزك دلوقتي؟ حضرتك قاعد مرزوق عند امه ومسجل وعامله كذا محضر، والنسيب اللي انا عامله كذا محضر. يعني انت ولادك مع اهلك مش مع جوزك؟ لا، واهلي اللي واخدينهم مني، اهلي اللي شردوهم. يعني انا اما اسمع اللي ابني عينه اتصفت ومش قادره اشوفه، واما اسمع اللي عيالي وحشوني ومش قادره اشوفهم. قاعده فين دلوقتي؟ انا قاعده في الشارع، انا مش عايزه اي حاجه من عندنا، انا عايزه اوضه بحمامها انا وعيالي واشوف عيالي وحشوني، انا وعيالي وحشوني. انا ابني ما بنامش، ابني ما بنامش بسببه، يعني حرام ده كفر. هما فاكرين ان هما كده بيعلموني الادب؟ لا ما بيعلمونيش الادب، هما كده مش تعليم، ده كده بيوصلوا كل حاجه، يعني بيوصلوا كل حاجه اللي الواحد يعملها. انتوا اللي وصلتوني لكده، وصلتوني انت مره واثنين وثلاثه وعشره
بقول لكم انقذوني انقذوني، كنت بتخشوا تلاقوني سايحه في دمي واحده جنب حمام، قال لي قولوا لي عيشي عيشي عشان خاطر عيالك. طب وانا فين؟ انا ده كله فين؟ قول لي ده فين؟ ادوني انا فين شخصيتي ولا فين راحتي انا؟ انتوا كل واحد كان بينام في بيته وانا الفجر كنت بتضرب وكنت بيتحط لي ثلج على جسمي. انا جسمي كان كله معلم سجاير وكله كان مطفي سجاير في جسمي. ليه ده كله ليه؟ انا عايزه اشوف عيالي خلاص، انا ما بنامش ولا باكل ولا بشرب. انا نفسي. طب ادينا عنوانهم. هم حضرتك في امبابه، مش هيعرفوا يجوا، مش هيعرفوا يعني يطلعوا معاك على التلفزيون عشان بيخافوا على شغلهم، اصل هم تجار خرده. قالوا لك ده شغلنا. ماشي شغلكم. ما رحتيش قلت لهم محضر ليه؟ عملت حضرتك محضر ماشي، عارفيني لو شافوني هيذبحوني. ايوه ما رحتيش ليه تاخدي عيالك؟ مش هيرديني الدول، مش بالحكومه. مش انا خايفه حضرتك اخش منطقه، خايفه اخش امبابه، يعني انا اروح من مكان لمكان. انت عامله محضر؟ عامله لهم محضر انهم خدوا عيالك؟ انا كنت اعمل محضر في اسم امبابه، سمعت ان هم بيدوروا عليا عايزين يذبحوني. اعملي محضر واحنا نخلي الحكومه تنزل تجيب لك عيالك. هم عاملين حضرتك انت اللي تعملي مش هم. انا خايفه اخش اسم امبابه، انا خايفه يذبحوني. هم بيقول لي دلوقتي بيقولوا لي احنا مضحيين بعيل عنده 13 سنه يذبحك. طب يذبحني ليه؟ يذبحني ليه وانتوا ما جبتوليش حقي؟ اما تجوزوا اختكم من غير قشايه وتقولوا لها اتجوزي في 15 يوم يبقى ده فين؟ هتقولي انا كده ده فين؟ لما تيجي عند امك ضيف وتقول لي قدام مراتك امشي يا بت اكننا ايه ده؟ في ايه؟ قدام ابني بتعاملني معامله اكنها ايه ده؟ هو انا هي مش ام ولا عيالي دول لما يكبروا يقولوا لنا ايه المعامله اللي انتوا بتتعاملوا بيها؟ احنا انا بني ادمه برضه زي ما انتوا بني ادمين وبتحسوا واخدين كل واحد في عيالكم في بطكو. انا برضه ام، انا مش عايزه حاجه من حد، انا عايزاكم تسيبوني في حالي، تسيبوني في حالي واشوف عيالي، انا عايزه اشوف عيالي، انا مش عايزه حاجه من حد، انا عايزه اشوف عيالي وعايزه اوضه بس. اوضه وانا هدفع عليهم الدم، انا ما بقدرش اوطي ولا بقدر اي حاجه وهم عارفين، بس هدفع عليهم الدم. روحي اعملي محضر بس احنا هنشوف. هنعرف طبعا القصه من الطرف الثاني، بس قصه واضحه واجبار حد ان هو يعيش مع واحد بيشرب مخدرات او بيعذب مراته او رامي عياله او بتبقى غلطه كبيره جدا من الاهل، وبتعاتب الست انها تضطر انها تعرف حد تاني او تعرف على حد تاني. طبعا اكيد غلطه، ولكن هنتكلم عن الواقع ولا هنتكلم عن المثاليات؟ تاني نتكلم عن الواقع عشان نعالجه لو واقع اصبح مرير. نعمل المحضر ونشوف الطرف التاني ونشوف بقية القصة. عشان بس نبقى يعني على نور كده، انا ولا معاها ولا ضدها، بس انا عارفه ان ما ينفعش حد يعيش مع حد مدمن مخدرات. عشان بس نبقى متفقين، يعني فكره اللي هي بتقوله ده بتاع ان هو ما ينفعش يتعاش معاه عشان مدمن مخدرات، هي ليها كل الحق. فان اهلها يبقوا عايزين يجبروها انها تعيش معاه ده ظلم باين. فكرة بقى ان حد يحاسبني على تصرفاتي فياخد مني عيالي برضو، دي حاجة غريبة جدا، لان انا مش ست صغيرة ولا في السن ولا متخلفة ولا اي حاجة. فكرة ان حد ياخد مني عيالي عشان يعاقبني، اهلي ياخدوا مني عيالي عشان تصرفاتي مش عاجباهم، لا مش حاجة اسمها كده. لو ابوهم خدهم ماشي. طبعا لو كلمت الطرف التاني دلوقتي مش هيكلمنا، مش هيرضى يكلمنا. حاولوا معاهم يا جماعه، يمكن يكون هناك يعني قصه اخرى، ولكن احنا لازم نساعد الست دي. اولا ما ينفعش تفضل قاعده في الشارع، ثانيا لازم ليه ولادها يعيشوا محرومين منها؟ ولا انتوا رايكم ايه؟ عشان بس ابقى يعني انتوا رايكم ايه في القصه دي؟ هستنى تليفوناتكم. امين. ام ايمان.
اهلا بحضرتك، ازيك يا مدام؟ اهلا بيكي، اخبارك ايه؟ مبروك على المولود الجديد. الله يبارك فيكي. ميرسي، ربنا آه، يخليك. اولا مدام ريهام هي غلطانه ان هي عرفت حد على جوزها احنا ما قلناش على دي فكره انها عرفت حد على جوزها، ده احنا بنقول ان هي جت قالت لهم في وقت ان في حد كويس عايز يتقدم لها. بس هي كانت على ذمه جوزها، ما هو منفصل عنه بقالها كتير قوي، مش عايز يطلقها. هو عامة هو والله هو ما تعرفيش، لازم تشوفي الطرفين الأول وتسمعي من الطرفين. عامة هو ده ربنا يعينك على اللي انت فيه، وأنا كنت زعلانة أوي أوي على البرنامج اللي انت عملتيه في المركز الشباب. دول ناس أساسا يعني مش عارفة أقول لك إيه، بس أنا عايزة بس أقول حاجة واحدة، إن أنا أهديها لجوزي وحماتي تكون سامعاها دلوقتي. أول حاجة، أنا عمري في حياتي ما خونته ولا عمري هخونه، هو بني ادم يتمنى كل خير ويتمنى ان هو يعرف ان انا بحبه هو جدا، وهو احسن راجل عندي في الدنيا. حتى لو هو عمل حاجه من ورايا انا مسامحاه فيها، واتمنى ان انا يعني اعيش لا، معاه. انت بتقولي ايه؟ لو حد خانك يعني هتسامحيه؟ هو بصي، الخيانه دي هو عامه الراجل يعمل ما بداله، وانا يا كده كده سلام. ايه بقى ان شاء الله؟ يعني ما يعني انا بداله لو ايه ان شاء الله؟ لا هو اما لو جوزي خلني لازم يكون في نقص في البيت. مش لازم والله، في حاجة اسمها عين فارغة، هو بقى دي حاجه بتاعته هو بقى، وبعدين ربنا في حاجة يعافيه اسمها فيها. زهق برضو ويبقى عايز يغير. طبعا لازم يتغير، فهيجي له يوم لازم يتغير. فانا عايزه اقول لحماتي، انا لو هي زعلانه مني في اي يوم من الايام، انا حقك عليا، لو انا غلطت فيها حقك عليا، مع اني عمري ما غلطت فيها، مين دي؟ بس انت نفسي تبطل ملخبطاني، كده عليا انا في حد فاهم وبنتي. حاجة؟ نعم، انت بتقولي لو غلطت في مين؟ في حماتي انا حماتها؟ عمري ما غلطت طب ما فيها، دي معلومة غلط ليه؟ ولا انت عشان فاهمة انا حاجة؟ زعلانه، يعني هي انا بتنقل زعلانه بينا انا وهي وزعل مع بعض. بسرعة. انت مزعلاها اصلا؟ هو انا مش زعلتها والله، بس هي واخده مني جنب كده، بس انا مش عارفه هي، يعني انا مش عارفه هي زعلانه مني عشان حاجه، انا مش عارفه اوصلها ان هي زعلانه مني ليه يعني. فانا عايزه اتوصلك من بدري، طب فمش عارفه هي اوصلك. سامعاكي دلوقتي بتتفرج على البرنامج؟ هي تتفرج عليكي لان هي بتحبك جدا. طيب خلاص، انا بشكرك جدا. صالحي بقى ام ايمان ايا كان اسم حضرتك ايه، عشان طلعت على التلفزيون اهو، وهممها قوي ان انت ما تزعليش منها. في مراتات ابن بالعكس بيحبوا حكايه البعد دي وبيسوقوا فيها، فام ايمان عايزه تصالحك. ناخد حسن. عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، أهلا بيك. أستاذة ريهام، إزي حضرتك؟ الحمد لله كله تمام، الحمد لله على سلامتك. الله يسلمك، رجعت نورت الشاشة تاني والله. ربنا يخليك، اتفضل. أنا هتكلم مع حضرتك في نقطتين بسرعة برضو. النقطة الأولى، العيب الأول بيقع على الوالد والوالدة وسوء الاختيار. اتجوزته في حضرتك يا 15 والدي، يوم. يا والدي لما بتختار لبنتك أو لابنك تختار شخص محترم يقدر بكرة وبعد ويخلف أجيال، يخلف دكتور يعالج الناس، يخلف مهندس يبني ويعبر في البلد. لا بس الكلام ده هقول لك، الكلام ده شعارات ليه؟ لان اللي بيحصل دلوقتي ايه، انه بيبقى عايز بالبلدي كده يسطر البنت ومعهوش امكانيات، هو فاي حد هيضيعها يجي عنده شقه ولا مطرح ولا مش عارف ايه يروح مديله البنت. هيضيعها مش هيسيطرها. ما هو لو ضيع، ما بيشرب، بيضيع، ما فعلا ثلاث ارباع الستات ضايعه بالطريقه دي. لو شخص بيشرب مخدرات هو كده مش هيسيطرها، هو هيضيعها وهتقعد في الشارع زي كده. صح، هو هيضيعها مش هيسطرها. والغلطة التانية بتقع على مين بقى؟ الغلطة التانية بتقع عن أخلاق اللي احنا دلوقتي اللي أنا اتكلمت فيها قبل كده مع حضرتك تكرارا ومرارا، أخلاق المصريين في الانحطاط. لو المصريين هو بس. شخص يعرف ربنا المصريين بس، وبيراعي المصريين دول ربنا أرقى مش شعب في هيعمل كده. العالم. نعم؟ مش المصريين بس، ده هي الدنيا كلها اختلفت، لا يا استاذ ريهام، العصر الدنيا كله اللي كلها احنا عايشينه بقى احنا مختلف، عصر نختلف عن العالم الانترنت. كله. احنا 7000 حضاره، مش حضاره فرعونيه، لا حضاره اخلاقيه فرعونيه. النبي عليه الصلاه والسلام قال اتخذوا من مصر جنودا فهم خير اجناد الارض، مش في الحرب، ده احنا خير اجناد الارض في طيب الاخلاق اديك وفي بتقول، المعامله. انا بشكرك جدا، انت بتقول ان انحطاط الاخلاق، وانت بتقول ان النبي عليه الصلاه والسلام قال خير اجناد الارض، وانا بقول ان احنا من احسن شعوب العالم، ده بجد والله، مش مجامله.
المخدرات بوظت لنا عقلنا، عملت سلوك في الشارع مش عارف ايه، لكن لما تيجي لمعدننا واصلنا احنا من احسن وارقى الشعوب. ومن وبعدين عايزه اقول لك حاجه، مش عايزه اقول بس اسامي بلاد عشان ما حدش يزعل مني، بس في بلاد ومتقدمه جدا 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 جدا، وتروح يا نهار اسود على غباء الشعب، غبي غبي يعني بتاع مش عارف تكلم حد، مش عارف تهزر مع حد. لا لا، احنا عندنا برضو بنعرف نهزر وبنعرف نفكر وبنعرف ننجز وجدعان وبنقف جنب بعض ولا اخلاقنا اتغيرت عشان المخدرات. بس مش كده دايما اقول حل ازمة كل حاجة حوالينا هي علاج المخدرات؟ بس مروة، ايوه اهلا بيكي. مساء الخير، ازي حضرتك؟ نور، الحمد لله كله تمام، الحمد لله على السلامة. الله يسلمك، اتفضلي. أنا كنت بس عندي مشكلة، أنا حامل دلوقتي في الشهر السادس بدأت فيه، وأنا قبل الحمل بتاعي بكام شهر كده عملت عمليتين زايدة والمرارة، وكنت باخد مسكن بعد العملية اسمه نالفين. انا يعني كنت باخده عادي، مسكن عادي بعد العملية، ما كنت انا عمري ما عملت عمليات، فانا كنت عارفة يعني. بعد لما بدأت أبقى حامل وكده أنا كنت ماشية على المسكن عادي، ما كنتش أعرف إن هو يعني زي جدول أو مخدر أو اسمه كده. ايه؟ ناليفين. طب وده كان بيتصرف لك من الأجزخانة من غير روشتة؟ عادي بيتصرف من المستشفيات، ممكن أي حد يجيبهولي عادي، حتى رخيص جدا يعني. بس بعد كده لما بدأت حتى أروح للدكتور نسا وكده، أو الدكتور قال لي هو مش هيعمل للبيبي اي حاجة، وخصوصا ان انا عملت 4D وحاجات كده، ما فيش اي حاجة للبيبي. بس انا لحد دلوقتي باخده، وانا بعدين قريت بقى وعرفت ان بتاخديه هو عشان جدول ايه؟ وكده، بتاخديه عشان ايه؟ عشان مش قادرة تبطليه؟ عشان ده بقى جزء ده من الموضوع، ما هو ده اللي خلاني بقى ابحث في يعني الموضوع، ان انا لما تبطليه وما تاخديهوش يحصل لك ايه؟ ببقى تعبانة جدا. انا اصلا عندي مشكلة في رجلي كمان جامدة جدا، ومش لاقية لها حل. فده اللي بيخليني كنت اخده بعد العملية، لان كان العملية مع تعب رجلي ده اللي كان بيخليني الدكتور بيكتب طب لي مسكن ما قوي. رحتيش لدكتور ليه عشان تبطليه؟ ما انا حاولت اتواصل مع الدكتور اللي حضرتك بتجيبيه في البرنامج، بس انا عايزه اوصل له. طب دلوقتي ادوها نمرة الدكتور محمد سليمان لو سمحتوا. وعايزه اقول لك حاجه، دي من يعني هنصحك نصيحه لوجه الله، فيها كتير ممكن تتعامل وانت حامل، تبقي شايفه انها ممكن تعدي عادي، وبعدين لما يجيلك طفل فيه حاجه او بيتألم او مش طبيعي او كده هتندمي ندم فظيع. فمفيش حاجه اسمها ان المخدرات ما بتعملش حاجه في الحمل، مفيش حاجه اسمها كده. فمش عشانك انت، عشان يعني عشان البيبي يعني. علي مدام ريان، اهلا بيك. والله العظيم وحشانا قسما بالله. ربنا يخليك يا رب. يا رب تكوني بخير واسرتك بخير، ربنا يديك الصحه الحمد لله والستر باذن الله. الحمد لله، اتفضل. عايز اتكلم على موضوع الخيانة الزوجية. سبب الخيانة الزوجية هو الانترنت والناس اللي بتستخدمه خطأ. تبص تلاقي واحد مسجل نمرة، سوري في اللفظ، واحدة وهو متجوز جنب امرأته وقاعد لا، هو بيشتغل. الانترنت خلينا نقول سهلها، سهلها الاستعمال بس الخطأ هي موجودة من قديم الأزل، من الأفلام الأبيض وأسود. بالظبط. طيب لكن مثلا تبص لها يا مدام ريام، واحد كاتب على اسم مثلا واحدة بيكلمها انت حسين اولا، كريم. انت اولا حضرتك موافق على فكرة ان هو ربنا خالق الراجل طبيعته ان امرأة واحدة لا تكفي؟ لا لا طبعا ما ينفعش، يعني يعني امرأة واحدة لا تكفي، لا يعني ان لازم هو واحد بيحب يغير بين الستات وان يبقى في ست ما اولانية وست تانية لا لا ما هو سوري في اللفظ يا مدام ريهام، الست مش زي العربية أو جلابية أو كده. ما احنا ليه بنعامل الست كأنها كأداة ونغير؟ ما هي مش عربية مثلا هنغيرها كل أسبوع. لا، على أساس لا ان النبي عليه الصلاة والسلام كان متجوز كذا واحدة. ما هو بص المشكلة في إيه بقى يا مدام ريهام؟ يقول لك ولا تقربوا الصلاة وما يكملش وأنتم سكارى. لا، والنبي عليه الصلاة والسلام قال لك وإن تعدلوا. ما كان يعني بياخدوا كلمة النبي عليه الصلاة والسلام اشرف خلق الله، ان هو يقول لك مثلا ولن ثلاثة اربعة تعدلوا. ولن تعدل. الله ينور عليكي. فاحنا عايزين نكمل للاخر. ف ليه؟ طب ما احنا، طب النبي عندنا مثلا كان يعني
بيقيم الصلاه وبيتكلم على الجار وبيتكلم على كذا وما سابش حاجه الا لما اتكلم عنها. خدنا بس حته النبي ان هو بيقول كذا 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 وما قالوش ان هو يعني قال لك لن تعدلوا، واخد بالك؟ فانا بتكلم عن الخيانه الزوجيه. انت بتحس ان الراجل او الست اللي بيخونوا جوازاتهم او مراتاتهم بيبقى ناقصهم حاجه؟ والله وهقول لك على حاجه، موضوع الخيانه الزوجيه ده زاد اليومين دول كتير قوي. كتير قوي. انا بسبب بقول ايه كده بقى؟ والله زعلوا زعلوا لا لا زاد قوي زاد قوي. بص تلاقي، بص ممكن تلاقي واحد يطلق مراته تتطلق بسبب انها مثلا بتكلم حد تاني ومشاكل كتير. وبعدين عاوز اقول لك على حاجه بتضحكك جدا والله. انا فوجئت اليومين اللي فاتوا دول ولاد شباب في حاجه خاصيات في التليفونات الحديثه دي، بغير صوت من راجل لانثى. بجد والله؟ او اقسم بالله. ما اعرفش بغير ازاي بقى، بيعمل ايه؟ بروح جايب عنده حلوه دي، ممكن واحد يعمل كمين لجوزه بالظبط. يغير الراجل صوته. يعني انا اعرف واحد صاحبي راح مغير صوته من صوته في الجهاز وراح مكلم واحد، وقسما بالله بيتكلم كانه بيكلم واحد ده وحشتيني وهقابلك. وبعته بقى فين؟ يقول له هقابلك مثلا في ميدان لبنان في القاهره، ويروح يوديه هناك 6 ايام قاعد مستني. هزار يودي في داهيه. طب انت شايف ان علاج الموضوع ده ايه عشان نحد من الخيانه الزوجيه؟ يعني نعمل ايه؟ يعني نعمل ايه؟ والله انا مش عارف نعمل ايه بصراحه. يعني انا شايف، انا بشكرك جدا. انا شايفه دايما يقولوا لي ايه، تعملي ايه في الموضوع ده؟ والله العظيم اقول لهم توكلوا على الله، ارمي تدابيرك على الله. يعني بتقولي اعمل ايه؟ طب اغير في شكلي ولا اكلمه ازاي؟ ولا والله لو عملت ايه وعملت كده ولا عملت كده، ولا بيعدل الحال ولا بيخلي جوزك ملتزم ولا بيتشال من عليه شر الستات دي، غير انك تتوكلي على الله وترمي امورك على الله وتقولي توكلت عليك يا رب. ان فعلا ثلاث ارباع الجواز توفيق من الله سبحانه وتعالى. قليل قوي 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 الرجاله اللي في الجواز اللي ما بتغلطش او ما بيبقاش عندها نزوات او بتبقى حاجه مجرحه جدا، بتبقى حاجه بتوجع جدا 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 جدا. بس التانية يعني تراجعي نفسك كده تقولي ابوظ حياتي عشان مثلا اي كلام كده. اي يعني ساعات كتير قوي ويسيب مراته حلوه جدا ويروح لواحده، يعني طبعا دي خلقة ربنا، بس مش الشكل بس، حتى كل حاجه، حتى اخلاقيا، تعليم، مقام، يعني فتحس ان هو يعني ايه بيغلط. بس حسب الغلطه ايه وحسب الغلطه بيتمادى فيها ولا لا. بس الراجل مش نقدر نقول له نفس الحكايه، معرفش ليه. يعني هي طبعا المفروض انها تبقى متساويه، يعني زي البشر الزاني والزانيه بفقر شديد. مفيش حتى ربنا لما اتكلم عن الزنا واتكلم عن الحاجات ما قالش اصل الراجل حاجه والست حاجه، او عقوبه الراجل حاجه وعقوبه الست حاجه. هي واحده بين الاثنين. لكن احنا عشان المجتمع الذكوري لا، الست ما تخونش، لكن الراجل يعمل زي ما ام ايمان قالت لك، يعمل ما بداله. مش عارفه ليه اللي احنا فاهمينه ده. طيب انتوا كلمتوا الطرف الثاني؟ ما بيردوش. طيب احنا يعني انا لو الطرف الثاني ده حتى مش عايز يتصور وانتوا سامعيني وشايفيني، احنا عايزين نحل الموضوع ده ونرجع لها اولادها، وهي مش عايزه حاجه خالص ومش عايزه راجل تاني ومش عايزه اي حاجه. هي عايزه تقعد في بيت مستوره وتربي عيالها. فاحنا عايزين نساعدها في الموضوع ده لو سمحتوا، لان هو لا يصح الا الصحيح. لا يصح غير انها ما تبقاش قاعده في الشارع، لازم تبقى قاعده في بيت. لازم العيال يتربوا في حضن امهم عشان ما يطلعوش معقدين، لان اكيد هم حاسين باللي انتوا عاملينه ده وانكم حارمينهم من امهم. ودي حاجه يعني زي ما هي بتقول نقطه صح جدا، بتقول انتوا بتعملوا كده قدام العيال. مش ناقصين بقى نطلع عيال معقده وعيال منحرفه يعني لو بتفكروا في مصلحه العيال فعلا اللي انتوا بتعملوه ده غلط غلط غلط. يعني لما يقول لك ايه ونسيب بقى ست ماشيه على حل شعرها وبتاع، لا احنا ناخد عيالها. لا يا عم، انت كده منتهى الجهل اللي في الدنيا. لما هي تمشي على حل شعرها، على فكره ده مش هيعمل حاجه للعيال، بس بعدهم عن امهم ده هيعمل فيهم حاجه.